في العالم كله، في انجلترا مثلا مش هتلاقي الانديه عندها غير كره قدم، في اسبانيا ريال مدريد قدم وسله مثلا، برشلونه يد وسله وقدم، مش اكتر من كده. الاهلي عنده كل الرياضات، فما هل الفكر ما فيش اي تفكير في وقت من الاوقات ان ممكن تقللوا الرياضات اللي انتم بتنافسوا فيها في مقابل ان الصرف على اللي موجود يكون اكتر، فتبقى فرص النجاح متواجده بشكل اكبر؟ بص، لو انت كنت نادي رياضي فقط كنت اقول لك اه ممكن، لكن انت نادي رياضي اجتماعي، فانت النهارده عندك جزء كبير قوي من الرياضات بتاعتك من خلال الجمعيه العموميه بتاعتك او اعضاء الجمعيه العموميه، ولاد الاعضاء. يعني انت عندك رياضات معينه في قطاع الناشئين مثلا ما ينفعش تجيب حد من بره الا لو حد مميز قوي وليك لائحه معينه. عارف لو انت نادي رياضي فقط كنت اقول لك اه، لكن انت النهارده نادي رياضي اجتماعي خدمي، وفي نفس الوقت عندك مسؤوليه مجتمعيه تجاه وطنك، تجاه الـ 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 البلد بتاعتك، انت انشئت كده. ما ينفعش النهارده تغير الكونسبت. لو انت فكرت فكر صح اه، لو خدت الكوره لوحدها واشتغلت كوره بس وكده اكيد هتبقى اسهل لك. لكن انت النهارده انا عندي نشاط رياضي بصرف عليه في السنه فوق ال 480 مليون جنيه، والعائد بتاعه صفر، ما بيجيبليش فلوس بالظبط، ماشي؟ وبالتالي انا عليا عبء، بس العبء ده تجاه دوله، انا عندي يعني مسؤوليه قدام البلد ان انا لازم 75 النهارده 60 75% من 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 لعيب منتخبات الوطنيه بمختلف بالظبط. فبالتالي انت النهارده مش بس بتفكر في نفسك، لا بتفكر برضو النادي الاهلي انشئ كنادي وطني، وبالتالي انك انت بتفكر في البلد مش بتفكر بس في النادي الاهلي ومصلحته بالظبط كده.